مرة تمشي وتخلط عليه وكذا مرة تجري وراه ألف مرة في مرة وهو حطتها دودة في مخه في راسه. قلت لك ولدي نجي نروح به من با جمعة من زمان يهز روحه ويرجع لتونس نعاود نرجع نجيبه كيف كيف أربعة ولا خمسة مرات نمشي ونجي وندور في حلق الواد ونبدأ نتصورك ما خليت ماك عاملة باش تخليه زاد يعيش يعيش وصلت قدمت به شكاية قدمت شكاية ولتوا معناها بعد ما توفى مشيت باش نحيه من ريشيرش معناها اللي هو ريشيرشي يخرج أجور حتى في وسط المستير معناها يخرج يشدوا الحاكم يكلمني نمشي نصح عليه باش نروح به قبل بأربع أيام ما يخرج من الدار شدوه كلموني قالوا لي إجا روح به قالوا لي برا نحي له ريشيرش قلت لهم ما نحي لكش ريشيرش باش نبدا انت تخرج انا نعرف انت وين اموا خاطر في راسه الحرقه يقول لي راني صايي ما عادش نصبر اعمل فورماسيون عايش ولدي واخرج بها عايش ولدي عندي ما عادش يحب يكمل يقرا اصلا حتى الفورماسيون وعدني خلي في جام في نمشي نعمل فورماسيون خاطر من اكتوبر وانا نجري في جرته كي جا جام في قلت له هاو جا جام في قال لي اخر جام في يا ماما نعمل فورماسيون يا اخي اخر جام في سي ربي يرحمه عايش الثابت أنه فما مشكلة صح وأنه وضعية غير طبيعية أكيد. أنه بالمئات الناس تنجم تدخل وتخرج البرد بهذه الصفة ومش نحكي على ناس نحكي على أولاد صغار صغار نحكي على 15-16 سنين لا سي حمزة إذا كان يدخلوا يطلعوا ها؟ من 9 سنين 9 سنين أنا كي مشيت للبرد فما صغار 9 سنين وعشر سنين و12 سنة و15 سنة ونساو رجالة من 9 سنين لـ60 سنة عباد الدور وتنقز كل ديبار في البرد مشيت للبلاصة اسمها الكراكة يقعدوا فيها العبيد كل تدخل تهبل معناها تشوف تقول كأنه محطة تعكار ويستناو في الديبار متاع البرد معناها اللي هم ينجموا يعملوا له حل وهو كذلك وأنا متفق معك تماما ضروري أنه يتعملوا الحل علاش فواجهك من هك علاش عائلات موجوعة في صغار الدنيا الكل مازالت قدامهم عمرهم في عنف وين شبابهم